دي مطينة والنسيم الشايب لو بالسما طايب قدش النجمود بهد بيوت ولا ما بدي لك شو خرب بيته ليش لازم عليها كتير يفعي هيك هلا هي الوعد وفي ساوي قريب هي بيزعل البنات تمثيل عم تمثيل هذا اهل التمثيل والله بس شي حلو والله والله شي حلو بس يخرب بيت انت مقلع هلا هذا انت اللي ساويته كيف لك ايه ليش ما اخذتوني في الله بالاخير كمان خلينا اياك عمي خلينا اياك اهم شيء بالكليب بينحط اسمه اخر شيء المفترض يكون اسمي انا كمخرج اخر شيء بالكليب انا بديت اسمك على اسمي وحطيته بالاخر شو الحكي اذا هيك معلشي معلشي يعني هلا انا هيك صار لي قيمه يعني كتير ايه وانت بدي يطلع على القنوات الليلة وحياة عينك بده يكون متروش ترش على كل القنوات حلو كتير كتير حلو بدي أهل الكون كله يشوفوها لأنه اسمي فيه ما تعطى الهم عمي ما تعطى الهم ترش بدي ترش لك ياه